بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الأول المتوسط بمدرسة متوسطة الجامعة في درس جديد من دروس الرياضيات والمقدم ضمن منظومة التعليم على البعد. معكم معلم الرياضيات الأستاذ بسام رحمي أحمد. بداية أبنائي وأحبابي، أحب أن أهنئكم بشهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا دائما بالخير واليمن واليسر والبركات، ونسأل الله عز وجل أن يأتي علينا رمضان القادم وقد فرج عنا ما نحن فيه من البلاء والوباء، وجعل هذا الشهر الكريم سببا في انقضاء هذه الغمة وانقضاء هذا الابتلاء عنا جميعا، ونخرج منه بسلام وبفضل الله وبرحمته إن شاء الله. نبدأ اليوم إن شاء الله أبنائي وأحبابي بمراجعة على بعض الدروس التي سبق دراستها في الفترة الماضية. بداية نأخذ سؤال بيقول لي: احسب مساحة الدائرة الموضحة في الشكل المجاور. في الشكل المجاور بيقول لي دائرة، عندي هنا الدائرة، في هنا الاثنين، نصف القطر الدائرة اثنين، وبالتالي لابد ان نكون متذكر مساحة الدائرة بتساوي ايش. ممتاز، مساحة الدائرة بتساوي طاء نق أس 2، طاء ضرب نق أس 2، نق اللي هي طبعا اللي هي بكم؟ ب 2، فاحنا هنشيل الطاء زي ما احنا عارفين ان الطاء بتساوي كم؟ 3.14. ممتاز، ضرب 2 أس 2 ب 4، هنضرب 3.14 ضرب 4 هتساوي معايا كم؟ 12 فاصلة. تمام، هذه نقدر نبسطها يعني اخر بس لأقرب 10، هذا عدد عشري، يبقى عندي 12.6 سنتيمتر مربع. طبعا وحدة المساحة بنتذكر بالوحدة المربعة، يبقى سنتيمتر مربع. يبقى احنا كده لابد نرجع عليها مرة تانية، نقول ان مساحة الدائرة بتساوي ايش؟ طاء نق أس 2، هذه أهم حاجة نكون حافظينها. مساحة الدائرة بتساوي طاء نق أس 2، طاء نق أس 2، والطاء ثابتة 3.14. ممتاز، ننتقل إلى سؤال آخر، بس قبل ما ندخل عليه ناخد تذكر لمحة مهمة جدا لدرس مهم جدا بالنسبة لنا، اللي هو مساحة الأشكال المركبة. فعلى بد إن احنا نراجع مع بعض مجموعة من الأشكال المركبة المشهورة في المسائل، زي المثلث. مساحة المثلث بتساوي إيش؟ ها ياريت كده إيه، حاول تذكر نفسك معايا قبل ما تظهر الإجابة وتقول الإجابة بتاع من عندك. مساحة المثلث بتساوي ايوه نص ضرب قاف اللي هي طول القاعده ضرب عاء اللي هو الارتفاع، يبقى نص قاف ضرب عاء اللي هو الارتفاع، قاف القاعده والعاء الارتفاع. ممتاز، طيب هذا الشكل اسمه شكل ايش؟ المستطيل. طيب مساحه المستطيل بتساوي ايش؟ ممتاز، ايوه سهله جدا ومعروفه، لام ضرب عاء. ايش اللام والعاء؟ ايوه الطول والعرض، الطول والعرض. ممتاز، هذا الشكل شكل ايش؟ نصف دائره، نصف دائره، يبقى يبدا بنص. لسه كنا قايلين حالا ان الدائره بالكامل، ايوه طاء نق اس 2 ضرب نق اس 2، يبقى هذه تمثل الدائره، الجزء هذا كده الدائرة، والنص عشان أنا عندي نص دائرة. ممتاز، طيب هذا الشكل اسمه ايش؟ تمام، شبه منحرف، يبقى يساوي مساحته برضو نص، نص ايه مضروبة ها عاء، مين عاء؟ الارتفاع، الارتفاع اللي هو العمود، المسافة ما بين القاعدتين المتوازيتين، المسافة هذه ضرب ايوه الله يفتح عليه قاف واحد زائد قاف اثنين. وين قاف واحد وقاف اثنين؟ اهي
قاف واحد اللي فوق وقاف اثنين اللي تحت او العكس، مش هتفرق. القاعدتين هم هدول، هذه القاعدة الأولى وهذه القاعدة الثانية، اللي هم الخطين المتوازيين اللي هم قاف واحد وقاف اثنين، قاف واحد وقاف اثنين. ممتاز. الآن نبدأ نطبق بقى على الكلام هذا. ها، مساحة الشكل المجاور، هذا الشكل كده على بعضه ملوش اسم، يعني شكل بس، لكن هذا الشكل أستطيع أن أقسمه إلى جزئين يكونوا مشهورين. تمام، خط كده يبقى كده قسم معايا إلى إيش؟ إلى مثلث ومستطيل. يبقى كده انقسمت معايا المسألة إلى مساحة مثلث ومساحة مستطيل. يبقى مساحة المثلث، الله يفتح عليك، شوف، ممتاز. مثلث محتاج إلى القاعدة والارتفاع. طيب القاعدة هتبقى كام؟ إذا كان المسافة دي كلها 12 وهنا 8، يبقى إيه؟ القاعدة هتبقى كام؟ ممتاز، 4. طيب إذا كان الخط هذا كله 10 والمسافة هذه بس 4، نفس اللي هنا، يبقى كم بيجي فوق؟ ها، العشرة لما نقص منهم 4، ممتاز، يبقى 6. هذا هو إيش؟ المثلث. يبقى مساحة المثلث تساوي إيش؟ إحنا قلنا نص، أيوة، ضرب قاف ضرب عاء. طيب القاف بكام والعاء بكام؟ أيوة، لسه جايبينهم حالا. القاف بأربعة والعاء بستة، يبقى نص ضرب 4 ضرب 6. أنت بقى حر هنا، تضرب 4 ضرب 6 وتقسم على 2، ماشي. تقول نص 4 بيساوي كام وتضربها في 6، ماشي. نص 6 كام وتضربها في 4، ماشي. بأي طريقة تستخدمها تطلع الناتج، المهم في الآخر الناتج هيطلع كام؟ ممتاز، 12. الناتج في النهاية هيطلع 12، طبعا متر مربع. قلنا إن هذه الوحدة وحدة المساحة، لأن هنا مستخدم متر، يبقى يستخدم متر مربع. المساحة ياخد إيه؟ التربيع. تمام؟ لسه باقي الجزء الثاني اللي هو مين؟ المستطيل. طب المستطيل مساحته بتساوي إيش؟ زي ما قلنا أهو، لام ضرب ع، الطول ضرب العرض. يعني إيه؟ الطول بكام؟ ب 12، والعرض بكام؟ ب 4. 12 ضرب 4، يلا حافظينها من جدول الضرب؟ ايوه، تساوي كام؟ 48. وبالتالي الان بقى مساحة الشكل بالكامل، ايوه، هتساوي مجموع المساحتين، 12 زائد 4 زائد 48. 12 زائد 48 يساوي كام؟ 60 وحدة، او 60 متر مربع، 60 متر مربع. ناخذ مثال اخر برضو، او تمرين اخر على نفس الدرس، بس هذه المره ايش معي؟ الله يفتح عليك، معايا نصف دائره ومعايا مستطيل. نصف الدائره هذه المسافه هذه تمثل ايش؟ تمثل، الله يفتح عليك، ممتاز ممتاز، اللي بيتكلم كده وبيقول معايا، ممتاز جدا. يبقى ايه؟ هذه القطر بالكامل. طب هل الدائره انا بجيب، او نصف الدائره بجيبها بالقطر ولا بنصف القطر؟ بنصف القطر. طيب لما يكون القطر كامل 6، يبقى نصف القطر كام؟ يا سلام، 3. نصف القطر 3، الله عليكم. يبقى ايه؟ اجيب، اتذكر هذه، انتبه معايا، نصف دائرة، نصف دائرة يعني ايش؟ في نص، والطاء والنق أس 2، والطاء والنق أس 2، يبقى 3.14، ايوه، و3 أس 2، اضربهم كلهم مع بعض يطلع معايا كام؟ تقريبا تقريبا، الله يفتح لي، 13 من 100، 13 من 100. جميل. ها، والمستطيل سهل، المستطيل 15 ضرب 6 هيساوي كم؟ 90. نجمع المساحة كلها بالكامل مع بعض. يبقى الخطوة معروفة، خطواتنا اجيب مساحات الاجزاء، الجزء الأول الجزء الثاني، إذا كان فيه 3 أجزاء أو 4 أجزاء، هو في الغالب جزئين، أجيب مساحات الأجزاء، ثم كل جزء لوحده، ثم أرجع أجمعهم مرة ثانية مع بعضهم، يطلع الناتج في النهاية، أيوة، 104.13 من 100، 13 من 100 تقريبا. أستطيع أقربها بقى زي ما السؤال هنا بيقول، إلى أقرب عشر. أقرب عشر يعني علامة، منزلة عشرية واحدة، منزلة عشرية واحدة. يبقى تقرب إلى 104.1 من 10، 1 من 10، أحسنتم، ما شاء الله. طيب
برضو زي ما عملنا في الأسئلة اللي فاتت، بنذكر بالقواعد الأساسية قبل ما ندخل على الأمثلة. احنا بنراجع، فبنذكر أول شيء بالقواعد ثم نأخذ المسائل. نذكر القواعد ونأخذ المسائل. الأشكال ثلاثية الأبعاد، نتذكر إيش الأشكال ثلاثية الأبعاد اللي كانت عندنا وإيش المعلومات الموجودة فيها. ها، أشكال ثلاثية الأبعاد مثل المنشور والهرم. المنشور، هذه المنشور، شكل المنشور. في عندي منشور ثلاث أنواع من المنشور. منشور مستطيلي اللي هو متوازي مستطيلات، كل أوجهه عبارة عن مستطيلات مختلفة، كل وجهين متقابلين نفس بعض، تمام؟ الوجهان العلوي والسفلي يسمى إيش؟ قاعدتين. أو بمعنى تاني وبمعنى أدق، وبمعنى أدق، انتبه معي الكلمة معنى أدق، إن الوجهين المتطابقين ينفع يكونوا قاعدتين، ينفع يكونوا إيه؟ قاعدتين. يعني يمكن هنا في المنشور المستطيلي أو المكعب ما تبانش قوي، لكن تبان فين؟ تبان في المنشور الثلاثي. طبعا في عندنا منشور خماسي، منشور سداسي، منشور سباعي. إن شاء الله ربنا يسهل بإذن الله كده مع السنة الجاية والسنة اللي بعديها في المرحلة الثانوية بتدرسهم تفصيل أكتر، فبتبان فيهم الحتة هذه. القاعدتين هم إيش؟ الوجهان المتوازيان المتطابقان، يكون إيه؟ متطابقان ومتوازيان، متطابقان ومتوازيان. مهمة جدا الحتة هذه، إن هم يكونوا متطابقان ومتوازيان. معايا؟ تمام. يبقى هنا لو كله مستطيلات يبقى مستطيلي أو متوازي مستطيلات. لو عندي مثلث ومثلث يبقى هذا منشور ثلاثي. لو عندي كل الأوجه عبارة عن مربعات يبقى اسمه مكعب، منشور مربع أو مكعب. طيب الهرم له إيش؟ على الأقل ثلاثة أوجه جانبية مثلثة الشكل، له قاعدة واحدة عبارة عن مضلع، ممكن يكون مثلث، يبقى كده أصبح عندي أربع مثلثات في الشكل، لا بس واحد منهم اسمه قاعدة والباقي أوجه جانبية. هيبان الكلام ده وين؟ في الهرم الرباعي، لأن القاعدة بتاعته تبقى عبارة عن شكل رباعي والباقي كلها اللي فوق مثلثات، على الجوانب مثلثات، فهذا بسميه شكل إيه؟ الهرم. طيب برضو عندي من أشكال ثلاثية الأبعاد منحنية السطوح. بقى هنا مش أشكال، لا هنا زي مربعات ومثلثات لا ومستطيلات، لا هذه هنا بقى منحنية السطوح. عندي المخروط وهو له رأس واحد، انتبه معايا، له رأس واحد وقاعدة واحدة، رأس واحد وقاعدة واحدة عبارة عن دائرة. طب الاسطوانة لها قاعدتان فقط وليس لها رؤوس، والقاعدتين هذول عبارة عن ايش؟ عبارة عن دائرتين متطابقتين. طب الكرة، الكرة لا يوجد لها اوجه ولا قواعد ولا احرف ولا رؤوس. ممكن يجي يقول لك ايه؟ ها، مجسم ليس له اوجه او قواعد او رؤوس او احرف، يكون هل هو اسطوانة ولا منشور ثلاثي ولا مخروط ولا كرة؟ اختار. يبقى ايش؟ كرة. تمام؟ تمام. نروح طيب ندخل بقى على الاسئلة بتاعتها. طيب هم بيقول ليش؟ حدد شكل القاعدة في كل مما يلي ثم اصنفه. هذا الشكل الاول، قاعدته على شكل ايش؟ تمام، مثلث ثلاثي، يعني شكل مثلث. طب هذا الشكل اسمه ايش؟ ايوه، هرم ثلاثي، هرم ثلاثي. طيب الشكل الثاني قاعدته على شكل شفت ازاي بقى؟ مش قاعدة، هذه احنا نبهنا عليها، ما تنفعش الشكل الرباعي، ما تنفعش. امال ايه؟ لا ده هو هذا الشكل كده بس جه على جنبه، لكن القاعدتين هما مين؟ هما المثلثان، هذا المثلث الاول اللي هذول المتقابلين، وهذا المثلث اللي في الاخير. ايوه، انتبه لهذه مهمه جدا، كتير بيغلطوا فيها من الطلاب. الشكل هذا عباره عن ايه؟ منشور ثلاثي، منشور ثلاثي عباره عن مثلث فوق ومثلث تحت، والايه والأوجه الجانبية عبارة عن مستطيلات أو مربعات أو شكل رباعي، تمام؟ أو مستطيل، جهة تكون مستطيل جهة تكون مربع، على حسب أبعاد المثلث
والارتفاع الموجود لهذا المنشور. طبعا كل الكلام هذا بإذن الله ربنا يكرمكم بإذن الله بتعرفوه أكثر بتفصيل في السنوات القادمة بإذن الله. طبعا الشكل الأخير واضح جدا، قاعدته على شكل تمام مربع، فكلها تنفع قواعد. هذا الشكل بسميه شكل إيه؟ مكعب أو منشور رباعي، مكعب أو منشور رباعي. ممتاز. طيب ارسم المنظور العلوي والجانبي والأمامي لكل من الأشكال الآتية. درس تاني هو هذا الشكل، نبي نحط له منظور علوي من فوق، شكله يبقى ازاي؟ اهو عبارة عن ايه؟ عبارة عن مثلث من فوق من هنا. طيب لو ابي منظور جانبي من الجنب، من الجنب هيطلع عندي شكل ايه؟ طيب منظور امامي من الامام، بناظر عليه من امامك اهو، جزء هذا الامامي مش الجنب، نفسه برضو الله يفتح عليه، يبقى من على الجنب. نشوف كده سؤال تاني على نفس الشكل، نبي برضو المنظور العلوي من فوق. ها الشكل من فوق كيف هيكون واحنا بنناظر عليه من فوق؟ جميل، ايوه فعلا هذا شكله. طيب جانبي من الجنب، طيب امامي من الامام، الجزء هذا اهو، هذا كده ايوه تمام كده ممتاز. ننتقل الى سؤال اخر، قول لي احسب حجم كل منشور مما يلي وقرب الناتج الى اقرب عشر. نبي نحسب حجم هذا المنشور، ها كيف قاعدة حجم المنشور؟ ايوه اول شيء اكون اذكر القاعدة، ايوه حجم المنشور بساحة القاعدة اللي هي 5 ضرب 12، هذه مساحة القاعدة. يبقى الحجم بالكامل مساحة القاعدة ضرب الارتفاع، مساحة القاعدة اللي هي 55 والارتفاع عندي اللي هو 4، وبالتالي هيبقى كامل ناتج 220. ممتاز. او اننا نستخدم الطريقة الثانية ونقول ان حجم المنشور كحل اخر، ها اللي هو ايش؟ ايوه اضرب الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع، الطول ضرب العرض اللي هم اللي هي مساحة القاعدة، هدول الاثنين بدل مساحة القاعدة. ضرب الارتفاع، وبالتالي هيبقى ايوه 11 ضرب 5 ضرب 4 مباشرة في خطوة واحدة، يطلع معايا برضو نفس الناتج 220 دي سي متر مكعب. نروح لسؤال اخر، احسب حجم المنشور الثلاثي. بقى هذا الحين منشور ثلاثي، برضو نفس القاعدة الأساسية اللي هي ايش؟ مساحة القاعدة الأول اللي هي نص القاعدة في الارتفاع. ليش؟ قاعدته على شكل مثلث، هادي أهو هذا المثلث، هذا تعتبر قاعدة المنشور، لأن احنا قلنا المنشور قاعدته اللي هي بيبقى له قاعدتين نفس الشكل متطابقتين، أيوة ومتقابلتين ومتوازيتين، هذه القاعدتين اللي هما بتوع مين؟ المنشور الثلاثي. طبعا يبقى القاعدة قاعدة المثلث والارتفاع ارتفاع المثلث، يبقى هنشيل القاعدة ونحط 8 ونشيل الارتفاع ونحط 6، وبالتالي هيطلع الناتج كام؟ 24. حط هذول الاثنين واضربهم مع مين؟ ال 24 اضربها مع الارتفاع، يبقى 24 ضرب 9 اهو ارتفاع المنشور 9، ويطلع عندي الناتج 216. يطلع الناتج كام؟ 216. يمدينا اكتبها كلها مباشرة نفس
ما كنا عملنا في المنشور الرباعي أقول نص ضرب نص قاعدة المثلث وارتفاع المثلث وارتفاع المنشور، الأرقام الثلاثة اللي عندي بس أحط معاهم نص، يبقى 8 ها 6، وهيطلع معايا برضو 8 و6 و9 وأضربهم ضرب نص، يبقى يساوي كام؟ 216 سنتيمتر. نفس الحل، تمام كده يا شباب. نشوف معانا آخر سؤال. احسب حجم علبة أطلاء أسطوانية الشكل قطرها 40 وارتفاعها 50 سنتي. قطرها 40 سنتي وارتفاعها 50. طبعا كلمة قطرها أنا ما بتعامل مع القطر نهائيا، ما درسنا في هذا في دراستنا التعامل مع القطر، ما أتعامل مع إيش يعني، هذه غلط؟ لا، أتعامل مع نصف القطر. إذا جاء لي القطر أقول له نصف القطر، القطر 40 يبقى نصف القطر كام؟ 20. هذا اللي أقصده، اللي أقصده أني أقول نصف القطر، نصف القطر. يبقى أقول مش حجم الأسطوانة بيساوي إيش؟ ها فاكرين حجم الأسطوانة؟ أيوة، الله يفتح عليك، طا نقص 2 اللي هي مساحة القاعدة ضرب الارتفاع عين، يبقى 3.14 ونقص 2 يعني 20 أس 2، وعين الارتفاع اللي هو 50 زي ما قال لي عندي هنا 50 سنتيمتر للارتفاع، وبالتالي أضربهم مع بعض هيطلع معايا الناتج 62,800 سنتيمتر مكعب. إلى هنا أبنائي وأحبابي نكون قد وصلنا إلى نهاية حصتنا اليوم. كان معكم الأستاذ بسام رحمي، وإلى أن ألقاكم في حصة قادمة. أكرر تهنئتي لكم بشهر رمضان المبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في هذه الأيام المباركة، وجعلها الله عز وجل سببا في انكشاف هذه الغمة. وإلى أن ألقاكم في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.